السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا رهيبين؟ معكم فهد الشيحة، عمران الحازمي. اليوم بجرب لكم لعبة فان فانتسي 15 رويال اديشن اللي حاطين اضافات جديدة فيها. طبعا عمران طلعت فان فانتسي 15؟ شوية لعبتها شوية. طيب الحين هذه الاضافات الجديدة اضافوا حاجات كثيرة جديدة تخليك تلعب اللعبة اكثر، يعني هي نفس القديمة بس اضافوا اشياء بحيث انها تمدد اللعبة. ما ادري ليش ما جابوا هذا الشيء قبل، بس كويس انه جابوه، يعني تكون متأخر ولا انك ما توصل. صح، انا صح. لازم اوقف اقول امثال، دائما اجيب العيد امثال. طيب اوكي، الحين زي ما تشوفون هذه السفينه واحده من الاضافات الجديده اللي حضفوها في اللعبه. راح تجيك السفينه اول ما تخلص شابتر 8، والمنطقه اللي تذكرون اللي يذكر اللعبه انك لما تروح من منطقه سنت، شو اسمها المنطقه ذيك؟ ما اذكر والله، ما وصلت يمكن التيسا، وبعدين تروح الكاب كيم. فالمنطقه هذه كانت كمبيوتر وديك انت ما تسوي شيء، انت بس قاعد تفرج على البحر. الحين لا، صارت المنطقة كلها تستكشفها زي ما الحين عمران يسوي. وين عمران صار فيه؟ نزلت لا ما نزلت، قد صيد سمك. طيب اوكي، صيد سمك لانه في الخريطة يبين لك من السمك موجودين. طيب بالضبط، يعني تقدر تصيد سمك. ايه، وتقدر تستكشف بعد في منطقة كبيرة، تكون تعرف منطقة بحر كبيرة كانت مرة، يعني الناس يقولون وش سالفة هنا، ليش ما نقدر نستكشفها؟ الحين تقدر تستكشفها. طبعا السمك في انواع، في سمك نادر. الحين عمران طبعا ما راح عند اسماك نادر، انت تحت اسماك كثيره. لا هذا سمك نادر، هذا امور، هذا امور حمور مو نادر، تلقاه في شوف ذاك في كل محلات الصيد. تعال يا واد، تعال يا كتكوت، جاك يلا يا كتكوت. تغير الطعم، يمكن ما يحبه. طيب ايش كان في اشياء ثانيه غير السفينه؟ خواص جديده اللي اضافوها في نسخه الرويال اديشن، تكلمنا الحين بشكل مختصر، بعدين راح نوريكم اللي نقدر عليه. اول شيء حطوا دنجن جديده اسمها انسومنيا سيتي رونز، وهذه دنجن كبيره راح تستكشفها، وهي قريبه من سالفه الاند دنجن. اللي خلص اللعبه بيعرف انه في دنجن مره كبير لعبتوه وخلصتوه، فهذا دنجن اضافي كبير تقدر تستكشفه وتخلصه، تستكشف اسرار. مو بس كذا، راح تلقى فيه طبعا اسلحه جديده وايتم جديده واشياء رهيبه. حلو. واضافوا حاجه ثانيه الفيرست بيرسون، انك تقدر الحين تلعب اللعبه بالفيرست بيرسون زي ما يسوي عمران الحين. هذا حلو عمران، شوف تقول لي ايش فائدته هذا؟ هذا حلو انك تتفرج على الاشياء الرهيبه، الرسوم الحلوه. والله مره ما ينفع قتال، يعني عند بجرب بعدين قتال. وش تقاتل؟ وش بقاتل بالفلوس؟ ما هو دوم هذه عمره. اي بس نجرب. هم اضافوا هذا عشان تعرف حطوا تفاصيل كثيره في اللعبه، خاصه في المدينه، مثلا بوستر تشوفه زي كذا دائما. تلف الكاميرا تمين يسار، صح صح صح. هذه فبالفيرست باس تقدر تشوفه. والله ماني قادر اشوف. وطبعا اضافوا دروع جديده، او خلينا نقول نيو جير زي ما يسمونه، تلقاها مبعثره في كل مكان الحين في بيت تستكشفها. واضافوا ايضا وحوش، او خلينا نقول زعماء جدد. ارهب شيء بالعاب فان فانتسي 15 ان اللعبه تبدا لما تخلصها، لما تخلص شابتر اخر شابتر اللي هو 15 راح يبدا الاند جيم. الاند جيم هو اللي فيه الاشياء الجديده المضافه هذه كلها. اوكي. بعدين اسلحتك الارمجر اللي هي ال 13 واحد لو تجمعهم الحين كلهم راح يعطيك خاصيه جديده، او خلينا نقول اسلوب قتال جديد اسمه ارمجر انلوكت. ايش هو الارمجر؟ الارمجر هي اسلحته، لان القصد لعبه انه لازم تجمع الاسلحه، بس في اسلحه سريه انت تخلص اللعبه بس ما تجمعهم. زي الاشياء الكولكشنز الاشياء دي. اي بالضبط. احنا للاسف احنا ما جمعنا كل الاسلحه، فما اقدر اوريكم الارمجر الليش هذا، بس انتم جمعوها وتقولوا لي ايش رايكم فيهم، ويطلع لك سلاح كذا. يطلع لك السيستم كله يتغير حق القتال، يصير شيء جديد، شيء حلو. والله ودي اجربها. اجل مو هذا بس يبي لك تجمع الاسلحه، بس اسلحه في اسلحه مختفيه في اماكن سريه جدا، يعني الله يخلي اليوتيوب في اللعب. طبعا رويال فيسل اللي هي السفينه اللي شفتوها، هذه السفينه اللي ممكن تجيكم اياها. كيف تروحون لها؟ لما تصلون كيب كيم، طبعا بعد ما تخلصون اللعبه، او حتى ما تخلصون انتم في نص اللعبه، لو انكم توكم تلعبونها، راح يجيك مكان تقدر تستخدم السفينه بحيث انك تدخل مناره، تنزل تحت بالاسانسير، تلقى السفينه موقف لك اياها تحت، تاخذها وتتمشى فيها، تروح انك تصيد او تستكشف في الاماكن الجديده. حلو، جميل. يعني الحين هذه تناسب اللي حتى اللي ما لعب اللعبة مرة تناسبه بكثرة. إيه، ما عندك حاجتين، يعني تشتري الترقية للعبة اللي فقط تعطيك الأشياء اللي تكلمت عنها الحين، أو إنك تشتري اللعبة الإصدار اللي هو الرويال إديشن اللي يجيك اللعبة زائد الرويال إديشن زائد السيزن باس كله اللي جاء قبل. واو، اي فهذا شيء مره ممتع، كامل الكوليكشن حقهم يسمونه. يكون في ابيسود جلاديو، ابيسود برومتو، ابيسود اغنس، والطور الكومرادز اللي هو المالتي بلاير، تلعب اخوياك مهمات مع بعض. كيف نظام المالتي بلاير؟ المالتي بلاير صار كيف فكرته؟ انت تسوي لك شخصيه من نفسك وتلبسه اللي تبغى، وانا اسوي شخصيه ولبس اللي ابغى، وبعدين نتقابل اونلاين ونروح نخلص كوستات. اوكي حلو. لا مره حلو صراحه، حلو. حطوا شغلهم كثير بعد، وبينزل تحديث قريب خلال هالسنه للمالتي بلاير.
حسب ما صرحوا هم قالوا فيزا تحديدية للمالتي بلاير بحيث انه يعطي اماكن اكثر واستكشاف اكثر وتصير اضافات اكثر وقت اكثر. طبعا تنزل اضافات جديده برضو اللي تكلموا عنها اللي هي الاعلانوا خلينا نقول ما بشكل مباشر غير مباشر بس اعلنوا انك بتنزل لك اضافه حقت لون لونوفيريا الاميره واضافه حقت ارهب كاركتر عندي باللعبه اللي هو الايفل جاي نسيت اسمه صراحه زنجيف؟ لا مو زنجيف. والله زنجيف باللعبة شيء خرافي طبعا. والله صعب زنجيف. لا لا مو زنجيف. يا ربي إيش اسمه ذاك يا أخي والله نسيت. وإضافتنا أيضا إلى الإضافات اللي تكلمت عنها راح تنزل إضافات جديدة DLCs خاصة في قصص الشخصيات لونافيريا الأميرة وطبعا أرهب شخصية عندي في اللعبة أردن وأيضا شخصية أريانا أيضا اللي بينزلها قصة وبينزل حاجة مرة إنترستينج اللي هي النهاية. الحقيقية خلينا نقول اللي هي إيش صار النوكتس بعد الشابتر الأخير ما بيحرق عليك بس صار حاجة بعدين إيش صار له بعدين هناك وتشوفون النهاية إيش صار له هذا الكلام كله بينزل بعدين إن شاء الله أتوقع خلال سنة 2019 قالوا مش 2018 بس بينزل التحديث حق الكومريدز اللي هو المطور المالتي بلاير وأبديت أبديتات جديدة يا سي عمران ذبحته كيف ذبحته؟ عندك أقوى سلاح في اللعبة غيره طيب. إيش هذا السلاح؟ هذا اللي يمحيهم بالخاتم حقه خاتم أبوه. مين طلع خاتم أبوه؟ خاتم أبوه. مين طلع دي سنة سنة سنة؟ يعني أنا نلعب سيف محمد حنا هذا هو اللي طلع. ما شفت كيف يضربه كذا يعطيه بوكس؟ كذا من بعيد كذا. كيف اللي يضرب؟ حضرت أنا. دائرة. بس غير السلاح قل له هذا. ليه أبغى الخاتم أضيعهم؟ وقلت المنظور الأول شكله سهل. ممكن. طلعنا الخاتم. يا الله. طبعا الحين خلص لكم الكلام عنه تكلم عن نسخه الرويال اديشن اللي قلت لكم عندكم طريقتين يا يعني تاخذون النسخه اللي هي الترقيه بحيث تجيكم فقط اشياء الرويال اديشن او تاخذون نسخه اللعبه اللي هي رويال اديشن بحيث انه يجي معاه اللعبه نفسها وايضا الديل سيز او خلينا نقول السيزون باس كله اللي جاء اللي قبل النسخه الملكيه هذه أيك. والله اسم ملكي كم ملك يصير هو ملك يا رجال ملحظ ملك ملحظ جدا ونصيحة للي ما جرب اللعبة الحين يقدر يلعبها لأن أخيراً صارت أشياء فيها كثيرة ممتعة صراحة والإند جيم صار أكبر وأفضل وصار فيه حماس أكثر وأيضاً فرصة للي ما شرى اللعبة قبل يقدر يصير الحين نسخة رويال إديشن لأنها بتكون كاملة وفيها كل شيء تحتاجونه طبعاً هذا كان باختصار اللي قلنا نعرض لكم إياه ما قدرنا نعرض لكم الأسلحة زي ما قلنا ما جمعناهم كلها صراحة تاخذ وقت طويل وأيضاً ما قدرنا نعرض الدنجن الثاني لأنه لو بنعرض دنجن هو دنجن كبير فما يفيد نعرضه انتم ادخلوا واستكشفوه قولوا ايش رايكم فيه كان معكم هذا الشيحة عمران الحازمي يعطيكم العافيه ومع السلامه